وباسم هنية مرحب كل عربنا عربنا جملية معروفين بوادي بوادي اسمها هنية سهرتنا النهاردة في توك شو بالعربي ما أقدرش أبدأ يومي وفقرة الحوارية لما يكون معايا ناس من قلب الحدث من سنويين ناس جمال قلبهم أبيض قلبهم طيب هم شهود عيان على الأحداث اللي بتحصل وعندهم قصص يعني هتبهركم النهاردة. خلوني أرحب بضيوفي الكرام النهاردة شيخ القبيلة الدكتور سليمان عباس. تشرفنا بحضرتك حياك الله. شيخ عشيرة الغويطة العويطة قبيلة البيضية البيضية قبيلة البيضية عشيرة وهنا قبيلة قبيلة وباحث في التاريخ والتراث تحياتي ليك وتحياتي لأسرة البرنامج والفنان الرائع اللي معانا وعنده مفاجأة عاملها لأهل الروضة ممكن يعني كمان كتير النهار إن شاء الله الفنان أو الشاعر الغنائي صالح المعازي. اهلا وسهلا بك يا فندم وانا اتشرفت بحضرتك وباسره البرنامج. شعر غنائي بتكتب وبتغني ان شاء الله. التون صوتك جميل كده ربنا يخليك يا رب ربنا يعزك. الاغنيه اسمها ايه؟ اسمها نسيم الوادي. نسيم الوادي بالظبط. تمام دكتور سليمان اتشرفت بحضرتك يا استاذ وليد. الابطال اللي في سينا الجيل الجديد ممكن ما يعرفهمش ومين هم اصلا الابطال؟ الابطال اللي صنعوا التاريخ الابطال اللي كتبوا ملحمه الابطال لن تنساهم سجلات تاريخ بل هم أحياء في الذاكرة التاريخية إلى الأبد. زي مين؟ زي خالد شلاش عرابي من قبيلة البيضية. تمام. أيضا اللواء محمد اليماني
والحاج سلمان اليمالي اللي سافر مع الرئيس الراحل انور السادات الى اسرائيل لعقد اتفاقيه السلام، وايضا لدينا الحاج عبد الفتاح مرزوقه والعمده عبد العزيز مرزوقه وسالم هجرس الهرش صاحب التاريخ العظيم ومؤتمر الحسنه، المؤتمر اللي كتبت عنه الصحف العالميه والوكالات العالميه عندما ارادت اسرائيل أن تدول قضية سيناء وتجعلها أن تنفصل عن وطن الأم. ودائما أقول سيناء في قلب مصر ومصر في قلب سيناء، ولكن سالم هجرس الهرش وقف وقفة شيخ صامد، وقفة أسد في عرينه، وقال إن سيناء جزءا من الأرض المصرية. ومن هنا حاول المحتل الإسرائيلي في ذلك الوقت سنة 68 في مؤتمر الحسنة اعتقاله، ولكن المخابرات المصرية وما زالت المخابرات المصرية جنود بواسل أصحاب خطط استطاعوا أن يهربوا الحج سالم هجرس الهرش عن طريق بسيارة جيب عن طريق محمد اللواء محمد اليماني إلى الأردن ثم إلى مطار القاهرة. هؤلاء هم الفرسان عبر كل زمان ومكان. أهل سيناء يعرفوا المعلومات دي. أهل سيناء. يعرفوا المعلومات دي. أكيد. ويعرفوا معنى الوطنية. لأن الوطنية أهل سيناء يقفون مع القوات المسلحة وقفة رجل واحد، ويتمنون أن القوات المسلحة تسيطر على كل شبر في سيناء ويقضون على الإرهاب. أنا عايز أقول برضو للسادة المشاهدين أو ربوع مصر كلها، كل المحافظات حتى أسوان، تفضل، أن أهل سيناء كان لهم دور قوي جدا مع الجيش المصري. أكيد. كمدنيين كمواطنين، تمام؟ عايزين نوضح بس الموضوع ده للمشاهدين، إزاي بيحصل الموضوع ده؟ القوات المسلحة بتنسق من خلال المشايخ القبائل، تمام. لأن القوات المسلحة هي مسيطرة على أرض سيناء تماماً، تمام. وكل يوم ينزفون دماء هؤلاء، لأن هؤلاء ما تقوم به العصابات الإرهابية. الإرهابية، أيوة، تمام. العصابات أنا ما بسمهاش العصابات الإرهابية، تمام. أصحاب الفكر المتشدد وما يركون من دماء لهؤلاء الأبطال تقف بجوارهم القبائل، أهل القبائل المختلفة، ليس قبيلة بعينها، لأن القوات المسلحة تعطي كل قبيلة حقها. هناك إعلام أسود يشوه، ولكن نريد أن نوضح له، نوضح حقيقة للعالم، إن سيناء لولا القوات المسلحة لضاعت سيناء من زمن. حاليا في سيطرة كاملة من الجيش المصري، من الجيش المصري، ولا أحد ينكر ذلك، تحت شعار العملية الشاملة. العملية الشاملة، ولا حد، وإحنا كل يوم نسمع على استشهاد من أبناء القوات المسلحة، وتحيا مصر. إحنا في صدد دلوقتي أن تكون أرض طاهرة تماما، خالية تماما من الإرهاب. الأول طبعا كان في يعني أكيد من خلال القوات المسلحة، والقوات المسلحة إن شاء الله بعد انتهاء العملية الشاملة هناك وعود، وأيضا بدت فيها بتنمية سيناء. القوات المسلحة لم تقصر في شيئا في يوما من الأيام عبر التاريخ، لأن سيناء كما يقول الدكتور جمال حمدان في كتاب شخصية مصر، الكتاب العظيم وضع فيه رسمات إبداعية، يقول إن العمق الاستراتيجي لمصر هي أرض سيناء، فسيناء مسرح العمليات منذ العصور التاريخية المختلفة. عايز أسلط الضوء على حاجة مهمة جدا، لأن طبعا بيقال شائعات على السوشيال ميديا، تفضل، على الإنترنت يعني والفيسبوك وكده، وسائل التواصل الاجتماعي، تمام، إن تكون أرض جرداء، أرض قاحلة، اللي هو بيقال كده بعد العملية الشاملة، لكن في عزم وفي نية من القوات المسلحة إن يكون في توطين للمواطنين، بمعنى في مجمعات سكنية، في جامعة، في، صح؟ حضرتك منذ عامين أصدر قرار جمهوري بإنشاء جامعة العريش، كان فرع من جامعة قناة السويس، أصبحت جامعة قائمة بذاتها، فيها أكثر من 10 كليات في مختلف التخصصات، سواء تخصصات أدبية أو تخصصات علمية. أيضا هناك بعض التجمعات السكنية بدوا من فترة في إنشائها وتم تسليمها في وسط سيناء. فالقوات المسلحة تقوم بالعمليه الشامله وفي نفس الوقت بالعمليه التنمويه. ما احنا ده هو ده التنمويه بقى،
هو ده التنموي اللي هو هيجي بعد انتهاء العمليه الشامله. وايضا ما بداوا بالفعل بداوا بالفعل ولا احد ينكر الا الحاقد على المصريين. كلامك حق لان انت حضرتك من اهل سينا وانت شاهد عيان متواجد شاهد عيان وهناك قصه ساحكيها لك بعد حادث الروطه. القوات المسلحه وقفت من اول لحظه مع اهل الروضه، اعطتهم كل الحقوق. لأول مرة أجد محكمة تنتقل إلى وحدة محلية، مين يعقل إن هيئة قضائية تنتقل بالشكل الكامل إلى وحدة محلية؟ انتقلت الهيئة القضائية إلى قرية الروضة في الوحدة المحلية ليه؟ لعمل إعلان الوراثة، وبعدها بفترة قليلة أقل من شهر تم صرف كل التعويضات، وأيضا سيارت الدولة من خلال سيادتها العديد من القوافل. كل الوزارات شاركت في القوافل المختلفة. وجدنا شيخ الأزهر ذهب بنفسه وأيضا غيره من القيادات ذهبوا لأرض سيناء. رائع. فالدولة لا تقصر في حق فردا من أفراد سواء في سيناء أو غير سيناء. كلام واضح عشان المشاهدين برضو أنت عارف الإعلام وعارف الإعلام الأسود زي ما حضرتك ذكرت من شوية، وإن التواصل الاجتماعي بينشر شائعات الناس بتصدقها، منتظرين حد ينفي. الإعلام بيساهم في غرز قيم في النشأ في الأطفال. يعني إعلام مسموم، إعلام هدام، يزرع قيمة سلبية في الطفل، الطفل هيطلع زي باقي العصابات الأخرى، يعني ممكن كاره وحاقد على البلد. فدور الإعلام مهم جدا، دور الإعلام الصورة الحقيقية. فالدولة لا تنسى أرض سيناء. أيضا سيناء ليست مجرد صحراء، لأنها جنة الله في الأرض. كيف؟ حباه الله عز وجل بموقع استراتيجي، القطاع الشمال شمال سيناء أرض سهلية، القطاع الوسط سيناء أرض هضبية، أما القطاع الجنوبي هو جنة من جنان الله في الأرض، لأنه به وادي الراحة وجبل طور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وأكبر أديرة العالم دير سانت كاترين، ودير سانت كاترين يعتبر مخزن ثقافي مليء بالمخطوطات. تمام. فأرض سيناء هي ذات طبيعة ثقافية خاصة. فلا ننسى أن المرأة السيناوية قامت بالعديد من البطولات عبر المراحل التاريخية المختلفة. لدينا نموذج رائع للمرأة السيناوية، نموذج إيجابي يسطره التاريخ، هو موجودا في الأذهان ومغروزا في القلوب. السيدة الفاضلة المرحومة فهيمة هجرس الهرش، هذه المرأة استطاعت أن تساعد القوات المسلحة أثناء احتلال أرض سيناء من قبل العدو الغاصب إسرائيل. استطاعت أن تخفي أثار الجنود المصريين عقب هزيمة 67، واستطاعت أن تكون لهم دليل حتى يستطيعوا الرجوع إلى أرض مصر سالمين غانمين. فهذه هي المرأة، وكانت تعد لهم الطعام المرأة. وأيضا المرأة النهاردة أصبحت المرأة في سيناء عالمة، أصبحت رئيسة قسم في أحد الكليات في الكليات المختلفة وليس كلية بعينها. أيضا أصبحت طبيبة، أصبحت مهندسة. أيضا المرأة في سيناء أصبحت مرأة منتجة من خلال بعض المشروعات الصغيرة المختلفة. تمام. فالمرأة السينوية ذات فكر منفتح وليس منغلق كما يصور بعض المسلسلات الدراميه. هنسلط الضوء عليها. اسمح لي بس اخد معايا مداخله. دكتور مختار غباشي مدير مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه، اهلا بك يا دكتور. اهلا بيك واهلا بمشاهديك، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. احنا محتاجين نسمع من حضرتك كلمه كده بمناسبه تحرير سيناء رقم 36 وامام الساده المشاهدين، اتفضل. يعني احنا بالتاكيد انت تشير الى بقعه عزيزه علينا وهي شبه جزيرة سيناء،
اللي نتمنى ان شاء الله خلال المرحله القادمه ان تشهد حلقه تنمويه كبيره تضيف للاقتصاد المصري جزء مهم جدا. ومتصور بأن الاراده السياسيه منذ فتره يعني اخذت على عاتقها مساله تنميه شبه جزيره سيناء بالمحور الثاني لقناه السويس والانفاق اللي مفترض ان تكون اسفل هذه القناه، وهتبدا حلقه وصل ما بين الوادي وما بين شبه جزيره سيناء يعني، وهي لحد كبير جدا عمق مهم جدا للامن القومي المصري، وتنميتها والاهتمام بها ورعايتها مساله هامه جدا. جزء مهم جدا من شبه جزيره سيناء هو جزء بيضم قطاع سياسي هام وهو الجنوب على وجه الخصوص، ونتمنى بالنسبه للشمال ان تنتهي حلقه المواجهات بين الجيش المصري وبين الجماعات المسلحه او الارهابيه او المتشدده لتشهد حلقه تنمويه كبيره نتمناها خلال المرحله القادمه ان شاء الله. تمام. دكتور مختار، في اراء بتقول ان اتفاقيه كامب ديفيد كانت سبب من اسباب تاخر اعمار سيناء، الكلام ده صح؟ يعني من الممكن ان تكون هذا، لكن بصرف النظر عن اتفاقيه كامب ديفيد او الملاحق الخاصه بها او مساله منطقه الف او منطقه ب او منطقه جيم، لكن انت في وقت الان بدرجه او باخرى فرضت حلقه وجودك في كامل ربوع شبه جزيره سيناء، واهتمام الاراده السياسيه هو موجود، والجزء الهام خلال المرحله السابقه ان ما كانش فيه اهتمام يرتقي الى هذه التنميه المستدامه وهي هامه جدا خلال المرحله القادمه. تمام. شكرا لاتصال حضرتك يا دكتور مختار، دكتور مختار عباس غباش عفوا، مدير مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه، شكرا جزيلا. اسمح يا دكتور سليمان ناخد بس كده نسمع اغنيه. اتفضل. يعني القلب الكبير ولا القلب ايه؟ القلب الكبير ان شاء الله. كبير، مين اللي كتبها؟ انا اللي كاتبها حضرتك وملحنها. تمام، نسمع. طيب. القلب الكبير مليان بالخير، القلب الكبير مليان بالخير، مليان بالطيبة في الدنيا الغريبة، مليان بالطيبة في الدنيا الغريبة وصافي الضمير. القلب الكبير القلب الوافي، قلب ديما صافي صادق حنون، يسامح وينسى عمره ما يقسى ولا يعرف يخون، يصبر في روحه ويداوي جروحه، يصبر في روحه ويداوي جروحه ويتحمل كثير. القلب الكبير يا ما وفينا في الدنيا مشينا، يا ما وفينا في الدنيا مشينا، علمنا الزمان نحسب خطاوينا اللي تودينا، نحسب خطاوينا اللي تودينا البر الأمان. الدنيا ما تساوي تجرح ما تداوي، الدنيا ما تساوي الدنيا تجرح ما تداوي، عيش سلطان أمير. القلب الكبير القلب الكبير مليان بالخير. شكرا. رائع، انا شرفتني النهارده. ربنا يعزك يا رب. فنان جميل، شاعر غنائي صالح المعازي. ربنا يخليك يا رب. بشكرك شكرا جزيلا. كان الروضه عنده اغنيه الروضه فظيعه. والله الله ده كان ايه، مش جاهزه؟ عادي جاهزه حضرتك. جاهزه والله. نزل نضيق الوقت عشان احنا معانا ضيف عزيز علينا هيكون بعد الفاصل. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. دكتور سليمان عباس شيخ عشيره العويطه وباحث في التاريخ، شكرا جزيلا. شكرا لحضورك معانا في الفقره الحواريه بمناسبه تحرير سيناء. شكرا استاذ وليد، وانا سعيد بلقائك ولقاء اسره البرنامج. شكرا. شكرا.